انا قلت ما دام في خس يبقى في سلطه، في جبنه، في صويا صوص. انا مش لازم استخدم كل الحاجات صح؟ مش لازم والله يا جماعه، انا قلت اعرف لكم مكوناته خلاص، بس انتوا اللي مصممين. زبادي ومستردة، صلصه. انا الصلصه هستخدمها في ايه؟ الصلصه دي مش هستخدمها في حاجه خالص. طب لا استنوا بقى، احنا ممكن نعمل حاجه تانية. احنا ممكن يعني هنا هنحمر الفراخ، هنا هنشوي الفراخ من نفس الفراخ. ليه بقى؟ علشان هقول لكم بقى دلوقتي، هحط فراخ برضو مع السلطه. انتوا ما شاء الله حاطين لي فراخ كتير. الجريل دي بس كده احط فيها معلقه زيت مثلا كده، وبقيه الفراخ اللي انا ما حطيتهاش في الخلطه هشويها هنا. استني لما الطاسه بس تسخن شويه، وده هنا كده ايه مستوي. يا سلام، انا ممكن افضي الدنيا هنا. الجريل تستوي، بص انا بقول الجريل بقولها وانا واثقه في نفسي قوي، الجريل تستوي. يا عيني عليا وعلى جرالي والله. حلقه البوكس دي انت هنا سخنتي، ممكن نحط بقيه الفراخ كده تتشوي بقى دي. احنا كده ايه استخدمنا الفراخ اللي انا قطعتها كلها. اللي بقى دي الفراخ هنا ايه بقى؟ الفراخ دي بقى اللي انا قطعتها وشويتها كده، دي بقى هحطها مع سلطة، لان انا اول ما شفت الخس قلت خلاص ده كده سلطة، فانا هسيبها كده تتشوي. وعايزة ايه، انا كل ما اجي اوطي البوتاجاز اطفيه، مش عارفة مالي. شايفة بس كده. لا اله الا الله، شكلي هنجح في التحدي ولا ايه يا جماعه؟ ها يا استاذه سمر. حاضر يا استاذه سمر. اهو عقبال ما اعمل الدريسنج بقى بتاع السلطه اللي انا هستخدم فيه المكونات اللي معايا دي، تكون الفراخ ايه كملت تسويه. فانا هطلع بوله. ماشي. ونحط فيها ايه؟ طيب تعالوا نحط المستردة، ونحط زبادي، ونحط ايه حتة ثوم، ملح وفلفل، ملح فلفل، هنحط ليمون، اللب والدريسنج الحلو ده، ممكن نحط كمان صويا صوص كده معلقه كده. وايه كمان عندي هنا ممكن احطه؟ بس ولا حاجه، مفيش حاجه تانية انا محتاجاها. الفراخ كده خلاص حطها هنا كده. علشان نظبطها حالا اهو، شوت وخطيرة
طيب انا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ تعملي ايه يا مروه دلوقتي؟ انا بحاول اشيل بس الحاجات اللي انا خلاص مش هستخدمها. تعالوا انتوا، مش هستخدمكم كده خلاص. وايه كمان؟ ودول برضو مش هستخدمهم. تعالوا كده خلاص. العيش ده مش عارفه هستخدمه ولا لا كده. طيب احنا هنجيب طبق بقى، طبق اجيب طبق، ممكن ده اهو، حط خس كده، خس ظريف. ونجيب، مفيش معلقة؟ مش تعالى معلقة حلوة دي. ناخد من الدريسنج ده نحط كده على الخس. ممكن نحط كمان شوية عيش عادي مش كتير كده مثلا، وبرده شوية من الدريسنج. والفراخ ممكن نحطها زي ما هي او نقطعها. انتوا واخدين مني كل السكاكين، واخدين مني كل الحاجات. بصوا الفراخ كده ايه، مستوية وجوسي وخطيرة. ممكن كده ايه نفرفطها كده على الوش. كده ايه رايك بقى يا استاذه سمر بقى؟ انا نجحت في التحدي والله العظيم، والله العظيم بسم الله ما شاء الله عليا. والله العظيم يعني بصوا انا مقطعه نفسي اهو، اعمل ايه تاني كده. وبرده شويه دريسنج عشان الفراخ بس كده. بس خلص بوكس التحدي والله العظيم. تسلم ايديا. هنا حته لحوسه كده ظبطها. اه في شويه جبنه على فكره، احنا ممكن نحط كمان جبنه اهو اهو. خلاص كده اهو، ده انا بدلعك وده انتوا اللي هتاكلوه اهو. خلاص خلاص حطيت شويه جبنه بس كده، جبنه من اللي عندي دي اللي هي ميكس شيدر على رومي على ما اعتقد، يا اما رومي بس يا اما شيدر بس مش عارفه. بس خلاص الحلقه خلصت، يا رب تكون عجبتكم حلقه بوكس التحدي. عملنا اول وصفه التشيكن ستريبس، بصوا مقرمشه شكلها تحفه. جربوها بالوصفه اللي انا عملتها دي، سهله جدا وبتخلص على طول زي ما انتم شايفين، طعمها خطير وبتبقى سوبر كرانشي والفراخ مستويه لذيذه قوي. على الاقل انضف عاملينها في البيت وعارفين ان احنا بناكل فراخ حقيقي بجد. والوصفه الثانيه سلطه، ممكن بقى سلطه يعني، هي سلطه ظريفه جدا وحطينا فيها برضو فراخ مشويه مع خس ودريسنج لذيذ كده من المكونات اللي كانت موجوده في البوكس. يا رب تعجبكم.